دولد سوماليلاند ايا وحي دقنين كدرتي شرار اي شيغان ان لغا سو ابابلو يا عاصمة الصومالية مقديشو ففاين توركاسي وحي نويق دنوريه اسماعيل محمد اسماعيل سلان وزيرك وزارة داريمها قدها الصوماليلاند مدن ياسين محمود حير فراتون ايا دقنين ودري مدحوين كوحيقين كمامل كخاتمو وشرار كسور جيدا وضهدل كاي صوماليلاند كلا جرت مامل كخاتمو كودا مقالة دا مقديشو وزيرك داريمها قدها الصوماليلاند قرال كوبانا وصوص عري ونقل كمدا هيسو قاري حفيز كورقبة كي تلفيشن كعالمي كالسان ايا شيغين كور هيا فعل ذا امان كلي ديغا كوا اي لغسو ابابو لي الصومالي يسيدا وهذا الكور ديغاي ازاقو ارنتا سيكا هاد ليين وحاو يري وانا مغلينا ايوا وحا اوغهير غلا وحو غنوا اسكا هاد الان سيدا عن فيلايو وحامر اي جوغان جوابتو دونا ان لسكو مشغولي ما يستاهلان وحاس اي ورباهين تكشوبايا ندوني مين انانو لاترسانو لكن وانا اوغن هاي وانا مكفي جيغان هاي ديارن وانا اونا هاي وحكستو اي سمايان انانو كجوابنا اومانا اركو قار وح سماين كرا وزيرك وزارة داريمها قدها الصوماليلان مدن ياسين محمود حير فراتون وحاوين تاسيكو الدرايس وهذا الكيس سيوتا نبين شوغا مقدشو او شيغان يديغان ادبو هودلي ايا لحشر ايا نوكو قبانينا ديغانك لكن انقو صومالي يدك لوح بكورن ميني وحان وح كورن ناكو صومالي اي جوغا اي شركة كو هولان وحايلي مادان وانو ارك دونا هو لوو دي جوغ دونا سيوينو هوشاس وانو لسعنا dina kale wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa sheegay in wada hadalka ay maamulka khaatimo kula jirta Soomaaliland uu marayo meel wanaagsan cid kasto ka hortimaadana ay u aqoonsanayaa nabadiin isagoo markala arrimahaasi ka hadlay ayaa waxa uu yiri wasiir qofku hadii uu wuxuu doono iska sheegto macnaheedu ma aha in la isku mashquuliyo waxaas ay sheeganayaan waxba kama jiraan kuwaas tagay muqdisho ay taageersan ba malaha ma jirto deegaanka ay taageersani hadii la taageersan yahay waxa ay joogi lahayn buu hoodle dadku iyaga ayaa iska saaray imkana iman waayaanay waxa soo iska hadal si kastaba haatee hadalkani wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa ku soo beegmaya xilli maalmahan madaxweyne ku xigeenka maamulka khaatimo uu ka wado magaalada Muqdisho shirar lagaga soo horjeedo heshiiska ay Soomaaliland la gaadhay madaxweynaha maamulka khaatimo Cali Khaliif Galeed wa Maxamed Ismaaciil Salaan TV ga caalamiga kalsan magaalada Hargeysa